عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض ملامح الخطه العاجله للنهوض بالصناعه وخلال الاجتماع اكد مدبولي انه يجري العمل على اعداد خطه عاجله للنهوض بها وذلك استغلالا لما تمتلكه مصر من مقاومات وامكانات تؤهلها للتحول الى مركز صناعي اقليمي وعالمي. مؤكدا حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الصدد، ما يسهم في تعميق الصناعة المحلية والنقل والتوطين لأحدث التكنولوجيا المطبقة على المستوى العالمي في قطاع الصناعة، وكذا إتاحة المزيد من فرص العمل. كما أكد مدبولي أنه سيتم عرض محاور ومكونات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدا للاعتماد والبدء في تنفيذها على أرض الواقع.